مين المفروض يزعل من التاني؟ ما انا اعتذرتلك بدل المره 10، خلي قلبك ابيض بقى. شكرا على اعتذاراتك الكتير قوي اللي انت قدمتها لي دي، بس الاعتذارات دي ولا حاجه بالنسبه للي حصل. طب على فكره انا هفضل اعتذر لك لغايه ما تصدقيني. ملوش لازمه ابدا الكلام ده دلوقتي، نبقى نتكلم فيه بعدين. بعدين امتى؟ زي ما بيقولوا خليها بظروفها. ماشي يا اروى، بس انا مش هيأس. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان انا بحبك. سوري يا سعيد، انا لازم انزل دلوقتي، مستعجله قوي. براحتك، هتصل بيكي لما تخلصي. اوكي، باي باي. باي. يا مشكله اروى. يا ميمي مالك؟ حكايه الواد يوسف ده مين اللي زق عليها؟ العيال المربية جوه في المخزن وبيحصل نسيج. دماغي اخدت لخبطه، مش عارف كل ده ليه. انا الحوار ده برضه مش داخل دماغي، بس لازم نهدى شويه عشان نشوف هنعمل ايه. والله دايما كنت بفكر كده، يعني ما تيجي نكلم الجنرال. يا مين تاني الجنرال؟ ما هو اللي حصل يوسف ده بسبب ام الجنرال. انا خايف نجرب في يوسف الحوار يفكس مننا. ما ديك بتقولها بسببه، يبقى لازم يدخل فيها. هذا الحجز وحش. الواد يوسف حلو كل حاجه، بس البهدله من شبهه صاحبي، وانت عارف. عارف يا ميمي، بس برضه الجنرال انا مش مستريح للخطوه دي. معلش كلمه. انا هكلم السند. يا سند. اهلا يا دياب، الحمد لله على السلام. اي خدمه؟ الله يسلمك يا سيدي. بقول لك يا سند، كنت انا وميمي كده عايزين نقابل الجنرال. بس الجنرال مش موجود. طب هيرجع امتى؟ والله ده سؤال انا ما اقدرش اساله لانه مش شغل. بقول لك يا ياسين، الحوار ده ما يتاخرش، وانا عارف انك انت ممكن تتصرف، اتصرف. طيب سيبني اشوف وارد عليك. ماشي يا ياسين، استني تليفونك. طيب بقول لك مش موجود. تهرب يعني ولا ايه؟ مش عارف. انا هروح اعمل تليفون. طب ما تعمله هنا؟ يعني شوية مشاعر بس. شوية ايه؟ مشاعر. واضح ان هم واقعين قوي سعادتك. سيبهم شويه. اوامر سعادتك. تعرف يا سن، لما يبقى عندك كلب شرس شايف نفسه شويه وفاكر نفسه ان هو الكبير، بتعمل فيه؟ نتعلم من سعادتك. تحبسه في اوضه ضيقه وضلمه وتجوعه. بعدها لما تيجي تديله حته لحمه هتلاقي عينه منك في الارض، ذليل بيتمسح فيك. وبعدها بيتعلم. بيتعلم ايه سعادتك؟ بيتعلم ان انت الكبير اللي في ايدك السلطه، اللي في ايدك الحياه والممات. ازيك؟ وحشتيني. انا كويسه. انت عامل ايه؟ عايز اعرف اخبارك. انا كويس الحمد لله. ايه بتعمل ايه؟ انا بشرب سيجاره. يا سلام. لا بجد، يعني بتعمل ايه دلوقتي؟ تيجي نتقابل؟ يا ريت نتقابل، بس مش هينفع النهارده. ليه؟ مفيش، واحد صاحبي وقع في مشكله. ايه مشكلتي؟ يقول لي، انا صحفيه واقدر اتصرف. شايف العوزه اكبر صحفيه في مصر. بس هي مشكلة ملخبطة كده، بحكيها لك بعدين. خير إن شاء الله. طيب أنا هروح وأنت ما خلص كلمني. أوكي. باي. أستاذ دياب اتفضل معانا. اتفضل معاكم على فين؟ هتعرف لما تيجي معانا. أيوه يعني أروح فين يعني؟ هتشرب معانا فنجان قهوة ونسألك سؤالين وهترجع تاني على طول. الحقيقة كلها ربع ساعة من وقتك مش أكتر. لا أنا مش فاضي ومبشربش قهوة. فياريتني خليها وقت تاني. لو جينا لك وقت تاني هنجي لك بطريقة مش تعجبك خالص، إيه رأيك؟ لو على إيه؟ نشرب قهوة أحسن. اتفضل. واد يا نحل، أنت يا ولد. أنا يا ست مدياب. كلمت لي رايق يا ولا؟ يا ستي والله كلمته، قال لي إن سيديب وراح الشغل. شغل إيه يا ولا اللي راح؟ ده أنا ابني من ساعة ما رجع من بره ما راحش الشغل ده. بقول لك إيه؟ أنت والرايق بان عليكوا كدابين. وهيكذب عليك ليه بس يا ست مدياب؟ ما هو ده اللي قلقني أكتر، ده اللي قلقني أكتر. طب ممكن بقى تسيبيني عشان وراها حاجات؟ عايز أقفل اللي ورايا. مالك يا رايق؟ شكلك مش متظبط.
زي ما تكون عامل عاملة. عاملة؟ عاملة ايه يا عم ياسين بس اللي بتقوله ده؟ هل انت رايق ما قابلتش يوسف اليومين اللي فاتوا دول وعملت معاه حاجة؟ شقاوة يعني؟ شقاوة ايه يا ابو دنيا؟ ما كله على ايديكم، احنا بقالنا فترة ماشيين جنب الحيط. واليوسف ممسوك في ايه يا رايق؟ معلش عرفني. ولو اعرف قطاع زي النسوان مش عارف اعمل له حاجة. هتلاقي عيل سوا من ايام زمان ليه حق عند يوسف. انا مش عارف البلاوي اللي عمالة تحدف علينا دي. قلنا نبطل الشمال ونمشي في اليمين. لا الشمال نافع ولا اليمين عاجب، هنعمل ايه تاني يا جدعان؟ ايوه بس مش ده برضه الرايق بتاع كل يوم. القصة مش قصة يوسف. عندك حق. هي مش قصة يوسف بس. ما ترمي يا ابني. ارمي خلينا نشيل معاك. ارمي ايه وادوشكوا ليه بس؟ اقول لك يوسف اللي مرمي مش عارف يطلعوا من الزفت اللي هو فيه ازاي؟ ولا دياب اللي سابنا عك لوحدي ومشي؟ ولا العيال بتاعت ابو يحيى اللي مربيه جوه المخزن؟ ولا سيكا اللي قاعد في البيت مش عارف الضربه هتجيله منين؟ هقول ايه ولا ايه بس؟ ايه يا ابني انت مالك مكركبه على دماغك كده ليه؟ ما كل مشكله وليها حلال. يوسف ومنه هيطلع وديبه تلاقيه بيقعد في اي حته ما انت عارفه. مش هيتبقى بقى غير مشكله سيكا. اسمع بقى رايق واشتري مني يا ابني. ماشي يا عم ياسين. بيع لي. بيع وريحني. انا قلبي مش مطمن وبيقول ان ابني فيه حاجه. ما دام الواد الرايق كده بكده يبقى اكيد عامل مصيبه ومخبيها علينا. سيكا فين؟ ما لو كرستنا على الحوار من الاول كنت عرفت راسم رجلين. بس هو قدامك اهو، ما تساله كده ما قاليش ليه؟ ما قلت لك يا ميمي عالم لبط بس على مستوى عالي. اقول لك ايه اكتر من كده؟ يعني ايه هيدخلوا لنا بجيش ولا ايه؟ حتى لو دخلوا بجيش على الحرام نقلبها تراب وندفنهم جواه. لا لا يا مين، الكلام اللي بيقوله لك عم ياسين ده هو الصح. سيكا يغير عادته ويبقى في الامان. ما البيت امانه ابو دنيا، ايه القهوه بس اللي عوق شويه، مش هنقعد نسال كل واحد انت رايح فين وجاي منين. حلو قوي، اديك جبت الخلاصه. اسمع ده سيكا، تجيب شنطتك وحالك ومحتلك وتيجي على المطرح عندي. تيجي مطرح فين يا عم ياسين؟ ما ينفعش. ايه ده اللي ما ينفعش يعني؟ يا عم ياسين مش عايزين يتقل علينا. تتقل على مين يا ده يا وسخ؟ عيب الكلام ده. اسمع الكلام ده سيكا. يدوم العز يا عم ياسين. بس اسمع، اللي اوله شرط اخر نوم. اوعى تكون بتشخر وانت نايم ثلاثة بالله العظيم ابعتك لاخوك تاني. ده بس في نظر على الموضوع ده يا عم ياسين. يبقى بتشخر. ده زمرة قطر يا ابو دنيا. ماشي يا عم مين؟ مش عرض لاخوك. خد خد سلك سلك. ايوه يا رايق، في واحد هنا مستنيك بيقول ان اسمه ابو يحيى. انت بتقولي ايه؟ ما تقلقش يا اخويا احنا كويسين مستنيينك. طب فين يا سماح؟ انا جاي. في يا رايق؟ مش قلت لك هنقلبها طرب وندفنهم جواها يا عم ياسين؟ بينا يا رجاله. خليك هنا يا سيكا. ازاي يعني؟ اسمع الكلام. يلا يا عم ياسين. انزل تحت هدنا احنا. جري يا ابو يحيى. علموك تدخل على البيوت ورجالتها مش موجوده ولا ايه؟ انا ليا حق عند اخوك. ولما انت ليك حق عند اخويا جاي تتكلم فيه مع النسوان؟ واللي عامله معايا اخوك شغل الرجاله ولا شغل النسوان؟ البيوت لها حرمه يا ابو يحيى. جاي تكلم الرجاله؟ اتفضل معانا تحت. نتكلم تحت. بص يا ابو يحيى، انت النهارده غلطت غلطه كبيره قوي لما دخلت بيت ميمي الرايق في غيابه. انا ممكن اخلي الرجاله ياكلوكوا صحيين. انت كده هتولعها نار يا رايق. انا ورايا رجاله كتير قوي يولعوا لك في ام الحته دي كلها باللي فيها.
ما تخلقش اللي يمس حد من الحته دي واحنا عايشين فيها ويطلع سليم. الحريم عندك فوق يا اخي، اسالهم اذا كان حد فينا ضايقهم ولا لا. وبعدين انا اللي دخلني بيتك بالطريقه دي، الباشا اخوك المحترم الذكر اللي سرقني وخلني بعد ما وقفت جنبه. ما انت برضه لبسته في الحيط. انا لبسته في الحيط؟ ده انا كان ممكن اخلص منه واتويه وحطه في اي حته، بس انا برضه عملت لك خاطر وجيت لك لحد عندك. ابا غلطان يابا؟ طبعا غلطان، كان ممكن تجينا من الاول بدل ما تبعت كل يوم اتنين خرفان يا رقبوب. طب احنا نسيبنا من الكلام اللي ملوش لازمه ده. وانا انا ليه عند اخوك لابتوب وشويه فلوس عايزه، واذا كان على اخوك والله ان قلبه ابيض مسامحه. فين اللابتوب والحاجه؟ اللابتوب هيجيلك، انما الفلوس دي بقى اعتبرها هديه دخلت علينا بيها، هديه كبيره تليق بمقامك كده. مالكش اي حاجه عندي؟ في حد شاف اللابتوب ده يا سيفا؟ لا. طب بس انا عايز افكرك، لو في اي حاجه حصلت انت المسؤول قدامي. جري يا ابو يحيى، ما خلص الكلام. ماشي، وانت راجل طيب مش هوصيك بقى، عايزك تفهمه وتعقله انه ما يعملش كده تاني مع ابو يحيى. ما قالك خلص الكلام، حقك معاك. انا بقى اللي بوصيك، لما تشوف سيكه تاني تاخد بالك منه. استنى ابو يحيى لما اطلعك على اول الشارع، اصل انت دخلت المنطقه دي والناس نايمين، بس مش هتعرف تخرج منها وهم صاحيين.